يا المستمعين تاعنا، راكم في رمضان العاشر، انا كيف حتى السبعة، وكما قلنا لكم وكما وعدناكم راهم لحقوا الضيوف تاعنا لاول مره، يعني اللي راكم راح تشوفوهم هذا الرمضان، واللي هو طاقم مسلسل بنت البلاد. نخليك تبريزونتيهم بالواحد. اي وي علي، راهو معنا ثلاثي خطير جدا، واش هذه ماشي انا اللي قلتها ان توكا، هذه كاين في لي ريزو سوسيو بارتو. معنا شوفوا وحده، مانيش حنقول لكم اسمها بصح نقولها، عطيني هكذا ريبليك صغيره من الفيديو اللي دارتها في لي ريزو سوسيو واللي دارت حالا باش يعرفوها. هاي هاد الواحد زيك. معنا نواره بالراح، مرحبا بك نواره. وبيك الله يخليك، ربي يخليك، قربي شويه الميكرو نواره باش يسمعوا صوتك. معنا كنزة موسوس الجميلة، إعلامية وممثلة، شفتوها في بنت البلاد. مرحبا بك. صافا كنزة؟ لبينا عندكم. الله يخليك كنزة. معنا نجيب اسمح لي لقبك يجيني صعيب. بوسواليم. مرحبا بك نجيب. وفيك عايشك. وش راك مع رمضان؟ لاباس الحمد لله يا ربي. اي وي يا علي، كما قلت لك هذا هو الثلاثي الخطير اللي راهو معنا اليوم، ابطال مسلسل يما بنت البلاد. بنت البلاد. عاد الواحد زي لا نقول لك علاش كنت حنبوزي لها كيسيون على وليدها اللي وقعت قدامي. فهمت وين دخلت. غيتخمم في الامومه. اي وي، قولوا لي بنت البلاد سيريلا دايره حاله في لي ريزو سوسيو، لم يقولوا باللي وجوه جديده. احنا معنا نواره براح هي يعني قديمه في المسرح ومعروفه بالمسرح، لكن نواره وعلاش لا بروميير فوا شفناك في التلفزيون؟ قربي شويه الميكرو نواره، نحس صوتي رعد. لا ما لا نقصلاش يا ادري ادري اليز ادري اليز صوتي يرعد بزاف. نورمال. نوره بالريح كوميديان في المسرح، علاه ما بنتش لليوم في التلفزيون؟ بالك الاسباب عديده، كاين منها اللي باينه وكاين منها اللي مجهوله. داكور. مي انا نحكي على واش حابه انا. داكور. صح، انا توجور يعيطوا لي على دي رول صغار، دي بتي رول، ميم با سيكونس. صح، كنت نخدم نقول معليش زعما قادره تجيني الفرصه، قادر المخرج يكتشفني. نعم، كان ديما هذيك لا سيكونس، ومن بعد مره زوج ثلاثه اربعه خمسه ياسر نبقى لا نولي هكا نكلاسي روحي غير في لي رول صغار. لي رول صغار لي بتي سيكونس هذوك اللي تمدوا لي. قررت اني منين يعيطوا لي ما نروحش، وتجور بقاو يعيطوا لي غير في هذوك لي غول صغار. لي غول صغار نفوت سيكونس وحده، هذا ما كان. كانوا كيعيطوا لي نقول لهم غير ما تعيطوليش. قررت ما نزيدش نروح حتى الخدمه فيها سيكونس وحده حتى تجيني فرصتي. وكاين وين نتحط واسمي يتنحى، نقول مالوغوزمون هذه راهي بزاف يعني ماشي غير عليك صراحه. والحمد لله جات الفرصه هاد المره. كيفاش جاتك هاد الفرصه نوانا؟ كيفاش جاتني هاد الفرصه؟ انا قاعده ومنال المسعودي بعثت لي ميساج قالت لي كاين كاستينغ في ويلكم، روحي ديري كاستينغ. الاشاره منال المسعودي هي سيناريست تاع سيناريست تاع مسلسل بنت البلاد وسيناريست مسلسل ليام. انا كالعاده تعد تروحي ديري كاستينغ ومن بعد ما يقبلوكش ويقولوا لك ايه وكوميديان مليحه وبيان ومن بعد ما كان حد شيء، فهمتي؟ صح. انا يخليني ما نروح ما ندير كاستينغ، فكيني كالعاده نروح وما كانش. من بعد كتبت لها ميساج قلت لها اني قررت ما نروحش، كتبت لي دبري راسك. ما زادت ليش. شوف نص تقهويت، ومن بعد قلت انا قاعده نروح نجرب ولا على هذه المره. صح، هذه اخر مره. صح، رحت درت كاستينغ على فطوم، عطاوني الرول تاع فطوم. درت كاستينغ، عيطوا لي قالوا لي قبلناك في فطوم. فطوم هذه زوجة اللي تلعب فيه لبنان. ثانية يعني قصدي بيسك احنا رانا حاضرين في زوج، هي الثالثة اللي راهي غايبة معنا. قبلوني في دور فطوم اللي هي الزوجة الثانية تاع الحاج ماشي الأولى. وبعد هكا بعد سمانة ولا عاودت عيطت لي أمينة حناشي اللي هي شادة الكاستينغ، وبالمناسبة نحييها ياسر ياسر ياسر. سيتي اون براف فام. حقيقة قلت لك، عيطت لي قالت لي فطوم راني بدلت لك الرول. قلت لها واش هو؟ قالت لي بدلت لك ام الخير، تلعبي ام الخير. قلت لها صدمه كبيره. علاش تخوفتي من هذا الرول؟ ماشي تخوفت، ما
باسكو شتي كي كيبان لك رول يمدوه لك تتخيليه فوالا ترسميه ترسمي الشخص تحطي روحك فيه وتبداي تخمي فيه من بعد يبدلوا لك الرول شويه قلت لها انا قلت لها كيما هكا ضحكت قلت لي علاش ما تخدميش قلت لها نشوف ومن بعد رحت عاودت الكاستينغ ام الخير وقبلوني الحمد لله يا ربي. علي معنا تاني كنزة موسوس اللي غنية عن التعريف وشفناها في عدة برامج في شروق في لينا وبرامج هاي الله يبارك يعني كانت كنزة موسوس من بين الإعلاميين ولا اللي جورناليست اللي جايين باينين. يسلمك. قولي لي كنزة كيفاش من الإعلام رحتي للتمثيل؟ ما جاتكش صعيبة كيفاش جاتك الفرصة حبينا برك نعرفه. شوفي دي فوا الناس يشوفوك انتي ما تشوفيش روحك. وي. نقدروا نقولوا انه كيما قالت لك أمينة حناشي شافتني ديجا في الكاستينغ تاع الخاوه اون 2016 من بعد انا رحت درت الكاستينغ و توتالو قبل ما ندخلوا سور بلاتو حكيت انا وياك وقلت لك دي فوا لا فامي دي فوا الناس تاثر عليك تقول لك نو اون تو فوا في هاد لو كرينو علاش ما تغامريش تي فا ما تغامريش بينا كنزه ما تغامريش بينا هي انتي تقولي قولي جو ريست في ما زون دو كونفور نقعد وين الناس تعرفني وين الناس متقبلتني وين كيما كان الحال من بعد في مسلسل اكبادونا تاني عيطوا لي في الكاستينغ اكبادونا تاع سميره حجيلاني اللي كان راح يفوت في التلفزه الوطنيه وتاني عملت الكاستينغ مع مخرج مصري وشفيه قبول شفيه قال لي قادره تمدي دوك هي كنزة موسوس كيفاش شافت روحها ما نكذبش عليك انا كنت نقول توجور تتخ نقدر ندوني في هذا الدومين والشيء اللي خلاني فريمون برزت في هذا الدور تاع لويزا سي بيان لونتوراج بيسك راهي هنا نواره انا نقولها ميرسي بوكو باسكو سي لامور اللي كنا فيها هي اللي عاونت كل واحد باسكو علاه دي فوا انت تكوني غريبه على الدومين هذا لو كان ما تلقايش الناس اللي يحوطوا بيك الناس اللي يمدوا لك ثقه في نفسك الناس اللي فريمون يقولوا لك اون كوا فيك تقدري تروحي تو باس ا كوتي مي الحمد لله لونتوراج شجعني بزاف وبالك كانت فيا موهبه مدفونه وجاتني لوكازيون باش برزت فيها توتافي كيما عيطت أمينة عيطت النوارة أنا تاني المابلي كيما قالت لك أنا تاني نشفا كنت قاعدة ندير في السيشوار قالت لي كنزة ساتودي تلعبي كوميديان ساتودي توجور باسكو ديجا قلت نو قلت لها وي بوركوا با هي قالت لك كاين كاستينغ روحي ديري كاستينغ كيما كان الحال رحنا ولقينا مصطفى العريبي اللي نحييه بالمناسبة والمخرج المخرج المايسترو يوسف الحساس مخرج هو تاع المسلسل جي باسي الكاستينغ ابري دو جور هكذاك عيطوا لي قالوا لي فوالا راكي في البيرسوناج تاع لويزا والحمد لله الحمد لله انت قلتي كلمه مليحه انه الناس امنت بيا بصح انا نقول لك انت لو كان ما شفتيش روحك انك امنتي بروحك وما شفتيش روحك تقدري تافونسي في هذا الدومين ما شكيتش كنتي سي كلير شوفي اصلا الانسان وين يحط روحه يحطوه الناس صح لو كان ما تامنيش انت في روحك الناس ما حش تامن فيك مي ساغس من بعد كاين شوفي كاين ارضيه تتحط من بعد كاين دعم فوالا الدعم تاع الناس اللي يخليك ترونفورسي هذاك الساس تاع لونتوراج بوكو بلوس فهمتيني الحمد لله انا هذه نعمه من ربي انه طحت في اول تجربه ليا في هذا الدومين طحت مع ناس اللي الما كوتواي واللي احتضنتني والحمد لله الحمد لله حنين نحب نسقسيك نجيب قول لي برك كاين المسلسل بنت البلاد يا تري بو برومو من قبل رمضان يعني ما سمعناش به ولا سي بارمي لي فيتون اللي ما كناش نسناوهم في ما يسمى بالسباق الرمضاني بصح كي الحق ليكرون سي بالك واحد من المسلسلات كي بلوس كي لو بلوس سيدو البوبليك هذا العام ويعني هو اللي يديو بزاف الملتقطات منه على لي ريزو سوسيو يعني سي كوا السكري تاع مثل البلاد هذا العام؟ انا نظن السكري تاع هذا النجاح ما نكذبش عليك انا كنت نتوقع النجاح هذا
نقول لك كنت نتوقعوا بالك تقول لي تكذب صح صح لا صح صح كامل كنا مؤمنين باللي راح نقول لك سيكريت تكذب تقول صح خويا باسكو خدمنا من قلوبنا وخدمنا بحب كبير بيناتنا وما كانش واحد اكثر من واحد والله واحد يعرف خير من واحد والله هذا فور على هذا والله حتى واحد ولا انا عندي تجربه عليك ولا ما كانش بيناتنا كنا نتعاونوا ماكسيموم ما كانش هذيك تاع ماوش ما باساج ماوش تاعي ما يهمنيش المخرج اللي خلانا نحبوا بعضنا بواحد الطريقه تحير باسكو نحييه بالمناسبه يوسف محساس اللي خلانا اللي زرع في واحد الطاقه الايجابيه في البلاطو اللي ما تقدرش تيماجينها ما اي واحد يكون فشل شويه ولا قدر حتى بدا يديغوتي شويه حتى تشوف يوسف محساس فات عليك هكذا الانرجي بوزيتيف هكذا راك تعاود تجدد روحك ما حسيتو من الاول للاخر بلي عمل جماعي يعني كيما كانت بطوله جماعيه في الشاشه كان عمل صح. جماعي في روح الجماعه هي اللي غلبت الجماعه هذيك هي اللي خلات بالك 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 الناس تحبنا اكثر واكثر وحنا بيناتنا كنا عايشين كيما لا فامي كيما كيما شفتوا في الثلث الغالي شحال هي لا دوري التورناج 3 موا براتيكمون لا كنا خير من واش رانا عايشين في الثلث الغالي لا خليك عائله الثلث الغالي المشاكل احنا الغالي ولا الغالي الثلث الغالي هو كان اسمه الثلث الخالي اي نعرف انا الثلث الخالي اي الثلث الخالي ما كان فيه والد من بعد كي يتعمر ولا الثلث الغالي داكو الله يبارك جوستومون علي احنا مسلسل بنت البلاد شفنا وجوه جديده وثاني جايين شغل كل واحد من ولايه بالك هذا الشيء اللي خلى المسلسل ينجح ولا هذا الشيء اللي خلى نشوفوا زعما وجوه جديده نشوفوا لهجات مختلفه انا حبيت برك نعرف لي كوليس تاعكم كيفاش كانت لي كوليس تاع هذا العمل وين يعني وين كان التصوير تاعكم تاع بنت البلاد التصوير تاعنا كان في حمادي في بومرداس بومرداس هاو كيفاش كانت الاجواء اجواء لي كوليس ديالكم تاع التورناج كانت جد جيده بيناتنا كنا بيان شتويه ممطره برد لي ديبي ولدينا او مون جانفي ما نحكيلكش بصح كواليسنا حنا كممثلين ولا طاقم فني وطاقم تقني كان هايل علاش تحكري في روزا كراغ ولا مول خير اللي تحكرها ماشي انا نحكرها غير في المسلسل هذه على جنب ستي الدور كيما نقولوا احنا في العاصمه على قانيه لازم سينو ما يامنيش الجمهور وما خفتيش من رده فعل الجمهور زعما ما يتقبلكش ولا يكرهك كي لعبتي هذا لو رول لا ما كنتش عليه باسكو شخصيه مجرد شخصيه ولما تشوفي روحك نوارا سمحي لي نزيد نكمل لك هذا السؤال قلت لك احنا مواقع التواصل الاجتماعي وين نحطوا نصيبوا التصويره تاع نوارا تاع ام الخير تاع ام الخير لنوارا اسم نوارا الدور تاعها كيفاش لعبت يعني الجمهور الجزائري اعجب بنوارا بام الخير ونوارا لما تشوفي هاد لي كومونتير ولا هذا رد الفعل تاع الجمهور كيفاش احساسك كيفاش تحسي نوار ولا واش حسيتي اسكو كنتي تستناي في هذا القبول من عند الجمهور انا كنت مستنيه اكيد صح لانه عندي جهد بذلته ونادي بصدق وما نتمسخرش في خدمتي هذه هي الحاجه المهمه ونحب نفهم كل صغيره وكبيره في شخصيتي ولا في شخصيه اي ممثله معايا مثلا كنزه ضرتي لازمني نعرف شخصيتها علاقتي بيها كيفاش تكون في المسلسل ماشي برا المسلسل طبعا برا المسلسل ثاني لا برا المسلسل خواتات مانيش صحابات فهمتي يسمى نحفر ياسر في خدمتي ما نهزش الشخصيه هذيك نقراها وعندي هدره نقولها ونفوت لا لا سيتوياسيون نعطيها حقها نعرف واش حابه نقول وعلى واش راني نقول هذو كامل اكيد راح يخليوني نوصل لنسبه معينه من قبول من قبول الجمهور ليا ولا فهمتي هذه وحده واثنين بالك الخبره تاعي ثاني لعب الدور ايه وكاين وين لعبت شخصيات متقاربه لهذا الشخصيه بصح ماشي بهذا الفاصون كانت عرب كلاسيك داكو ربما احنا عرفناك في المسرح وهذه الخطره في التلفزيون وشنو هي الحاجه اللي ما لقيتيهاش في المسرح ولقيتيها في التلفزيون ولا وشنو هي العفسه اللي لقيتيها في التلفزيون ما لقيتيهاش في المسرح يعني وشنو هو الاختلاف بيناتهم الاختلاف اللي بيناتهم انه في المسرح كاين جمهور محدد معين
هو اللي يشوفك. داكو. انت يا سيرسان بصح في لا تيليفزيون تقدري تقولي سي لو غران بوبليك. فوالا فوالا هذه هي. وشكون الصعيبه المسرح ولا التلفزيون نوارا؟ في زوج، كل واحد عن كل واحد صعيب في حاجه. في حوايج مثلا الجمهور في المسرح صعيب، المسرح في باسكو علاقتك بالجمهور مباشره. اي غلطه تتحملي مسؤوليتها، ما لازمش تغلطي، وكي تغلطي لازمك سور بلاس تلقاي الحل، وين ما تخليش الجمهور يخرج يحس باللي راكي غلطتي ولا هذا. دي فوا نفوتو دي باساج نفوتوهم ونعاودو نرجعو لهم البوبليك ما يحسش. التلفزيون المواجهه المباشره في الشاشه امر الواقع. تغلطي ايه بصح في لا تيليفزيون كيما قلت لك نغلطو نعاودو عادي، يعني ما تبانش. مي كي تخرجي للجمهور حك تعودي كيف كيف تراك اللي يحكمك سيرسان يحكمك نهار. كل حلقه عندي هكا جوستومون، هي التجربه تلعب دور. كيما كنزه الله يبارك موالفه الكاميرا. كنزه ايه موالفه الكاميرا. شوفي الكاميرا موالفتها اوتون كانيماتريس. انيماتريس كي تهضري مع الكاميرا تي ال دووا فهمتيني، بصح كي تكوني كوميديان لازم تنساي بلي كاين حاجه مع الكاميرا. لازم تامني بلي باغ اكزومبل تي لويزا هنا راكي لويزا، وهذا الثلث الغالي، ولويزا هذه هي الزوجه الثالثه للحاج، وتدخلي في هذاك لو بان 100%. سينو تخرجي شويه تباني. وسورتو كيما كانت تقول لك نوارا الجمهور تاعنا صعيب بزاف. شوفي على كيما قالي صيد لك مي جوستومون حنايا على بالنا كوم انت قلتي لنا كان عندي تجربه في الانيماسيون بصح ما كانش عندي تجربه في الاكتينغ، حنا على بالنا بلي كاين كوميم تسمى خدمه كبيره في الرياليزاسيون ولا في انشاء مسلسل هي لا ديريكسيون داكتور. دونك نحب تحكي لنا جوستومون على هاد لابارتي تاع البروجي، خاطر في ثلاث شهور قدروا الناس مام اذا ما عندهمش يعني تجربه مباشره قدام اون طونك كوميديان قدام لا كاميرا تخرج يعني يخرج برنامج ولا يخرج مسلسل اللي يدخل القلوب الجزائريين. دونك حاجه ديريكسيون داكتور كيفاش صارت؟ نقدر نقول لك بلي اون افي با ما كانش عندنا اللي يقول لنا واش نديروا ولا واش كيفاش تلعب لويزا ولا كيفاش تلعب مول الخير ولا لي بيرسوناج تاعنا اون لي زاكريي قريناهم مليح دخلنا فيهم وعرفنا كيما كانت تقول لك نوارا توتالوغ كل وحده عرفت البارتنير تاعها شكون اللي يلعب معاها. كيما لويزا باغ اكزومبل كان عندها بزاف اللعب مع مول الخير، كان عندها مع 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 فطوم مع مع روزا عروستها مع وليدها باغ اكزومبل. انا مع نجيب ما لعبتش بالك عندي اون ولا دو سيكونس فهمتني. بصح كيفاش نقول لك تلما كنا قاعدين في هذيك الدار مع بعضانا وعشنا مع بعضانا وعشرنا بعضانا بوندون 3 موا، خلقنا كل واحد خلق الكولوار تاعو وميم البارتنير تاعو عاد يعرف باغ اكزومبل مول الخير عاد تعرف لويزا كومون فا رياجير كيفاش راح ترياجي في هاد لا سيكونس فهمتني. نجي باغ اكزومبل لعب معايا ابخي مي كان شايف لويزا كيفاش راح سما هاد لي بيرسوناج اللي نجحوا في اقناع الجمهور الجزائري مجهود شخصي يعني. تقدري تقولي شوفي سي فري كو المخرج تاعنا الله يبارك ما شاء الله عليه اعطانا كيما قال التوجيهات الاوليه مي ابخي سي بون كل واحد دخل في الشخصيه تاعو الحمد لله اداها كيما لازم الحال. والحاجه اللي كانت ثاني في لي كوليس انه كنا شاك سيكونس نعطيوها حقها ريبيتيوها قبل من قبل ما نبداو تورناج، سواء كانت لي سيكونس اللي مع لويزا ولا فطوم ولا مع ولدي كنا ريبيتيو. وانا ولدي الحمد لله عندهم واحد الكومبليسيتي مش نورمال عندهم واحد الكيمياء اون ديغي. انا كنت نقولها شوفي دانيا كنت نقولها ما حسيتك على والو ولا ما نحسيتش غير على عائلتك. يا اختي كيفاش كانت تلعب مع وليدها؟ كانت كاينه بيني وبينه كومبليسيتي رغم اني انا ونجيب في المسرح نتلاقاو خارج المسرح جامي تلاقينا درنا مسرحيه مع بعضنا ولا لعبنا مع بعضنا. اول مره نتلاقى انا وياه في عمل كانت كاينه بيني وبينه هذيك الكومبليسيتي. وميم لي سيكونس اللي خدمتهم انا وياه كانوا اكسيون فان سيكونس اللي شفتوهم اكسيون فان سيكونس
في ضربه باسكو لحقوا لواحد الدرجه من الايمان مبنيين بعضهم وقوين ميم بالك واحد يلوبي حاجه ولا بالخوف الاخر يرفدوا. انا بدا بيا نجيب يهضر شويه انا ثاني جست علاش قاعده نقول لهم نجيب نجيب يعني مين داك ندخلكم شويه بالله لا لا انا فيكم انا بديت ندخل فيه باهي نجيب شوفي ما حبش جاي يشوف فيا لا 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 مسكينه مشوفه لا لا احنا نبوزي الكيستيون. احنا كاين بزاف لي كوميديان اللي يقول لي يلعبوا بزاف اون ديو اللي يقولوا لنا باللي مور تورناج حتى وين لو كانت تكون كومبليسيتي كبيره ايتترا بوندون لا بيريود تاع التورناج بصح مور تورناج يعني كل واحد يروح طريق. اسكو انتوما كانت هكذا ليفولوسيون تاع العلاقه تاعكم مور ما خلص تورناج تاع بقينا البلاد؟ بقينا دائما نحكي مع بعضنا مش غير مع ما والله مع والله مع ما قالها ما قالها شنو فهمت على شغلت مقبل قلت مسلسل يما عيط لها ما دي قاستني هذيك الكومبليسيتي تاعهم قاستني سواء مع نواره والله مع كنزة والله مع لبنى والله مع ليكيب كامل ماشي غير مع بقينا دائما نتلاقاو وبقينا توجور بقات لا كومبليسيتي بصح مع نواره سيرتو كيما قلت لك في اللعب كي نعودوا نلعبوا سيكونس مع بعضنا نقدروا ما نحكيوش بعينينا نفهموا نقدروا بعينينا نوصلوا لك الميساج. وشنو هي الحاجه اللي دارتها هي باش حطك اليس كي بديتوا تلعبوا كيف كيف؟ بالك ماشي دارتها هي بالك المسرح بالك بالك قربنا احنا من بعضنا اكزاكتومون وما مقربنا لبعضنا ثاني ديجا البريمي جور كيف كي شفتها باللي هي اللي تلعب ما فهمت باللي لازم نقرب لها هي تقرب لوليدها فهمت لازم نفهمنا العلاقه اللي تكون بيناتنا بين الام وبنها الظروف اللي كاين لازم نفهموهم باش نشوفوا اسكو هذا بنها تحبوا ما تحبوش بوي كيما الشيخ بابا الحاج جايب عليها زوج نساء لازم نفهموا العلاقات اللي كاين بيناتهم اسكو هي تغير من هذوك متغير سما بنينا على هذا العفايس بنينا على هذا الامور بزاف اللي خلات تربط كيما انا وياها ديجا بنينا باللي الام تحب بنها باسكو عندها غير هي وانا بنيت على الحاج يحب ولد لويزا العزيزه ما شاء الله هو ولد لويزا العزيزه وصا اللي قدرنا نبني واحد العفايس هكذا بيناتهم والحمد لله. مور ما شفتوا البرودوي فين يعني على الشاشه كي بدا رمضان اسكو كاين حاجه اللي نتوما بدات يعني انتقتوها في روحكم ولا ما عجبتكمش ولا كله كان كنتوا قادرين ديروها اوترومون؟ شوف انا نبيع لك حاجه عطاونا وقيلا شفنا الحلقه الثالثه انا ما شفتش انا شفتها ابخي واحد ام وا تورناج عطاونا شفنا زعما شويه دي باساج الحلقه الثالثه والتم فريمون ما تقدرش تيماجيني شحال تحفزنا باسكو حسينا بلي كاين واحد الحاجه راح تخرج بالك ماشي كيما رانا نشوفوها باسكو حنا كي تكون دودون ماشي كيما تشوف البرودوي فيه ما تقدريش تيماجيني سي امبوسيبل تيماجيني البرودوي يعني بالموسيقى بكذا فوالا لا شفناها بلا موسيقى تصويريه كانت مازالت بروت مي كون ميم شفنا لي زيماج لي باساج تاعنا كيفاش شفنا اللعب تاعنا شفنا لو روتور انا باغ اكزومبل شفت لو روتور تاعي في الكاميرا اوتون كو لويزا سافا فهمتني سما عطاتنا واحد الثقه هكا في نفسنا سي با رابور ا سا ابري لا سويت سي بون ولات شغل تحصيل حاصل خلاص كل واحد راه مامن بروحه الناس اللي معاه مامنين فيه والحمد لله حفزنا بعضنا وعشنا كيما عائله واحده. الحاجه المليحه اللي بالك خلات المشروع ينجح سيكو واحد ما كان يحط على الاخر باللي راه يعرف خير منه سوبيريور عليه والله سوبيريور عليه والله قال انا عندي اكسبيريونس خدمت بزاف ديجا في دونك نجاح شخصي كان توتالمون دو كوتي في البروجي هذا والله انا نعرف مليح كانش كانت كي تجي لي نوار تقول لي ايسي دير هذه نسمع انا كي نروح لها نقول لها كيف كنزه كيف تجي تقول لي ايسي كيفاش تكون كنا كامل مع بعضنا سواء مع لي بيرسوناج كامل اللي كانوا فما يخدموا كل واحد كان كيشوف حاجه الغوتور يروح ليه يقول له واش تقول له كان تزيد هذه ما المقابل ما يكونش زعما يغيظوا الحال ولا يقول لك هذا لا نجيب مام لا فاسون اللي كنا ننصحوا بها بعضنا اكزاكتلي انا باغ اكزومبل كانت تجي لي نوار تقول لي كنزه شوفي هذه لو كانت تلعبيها هكذا لو كانت تقوليها هكذا ماشي خير تسمى مام لا فاسون ما تخليكش تحس روحك باللي الناس هذه راهي انا باغ اكزومبل انا مهما يكون هما راهم ناس اللي راهم في الدومين راهم في المسرح لازم نسمع لهم باسكو عندهم نظره واحد اخرى الوغ لا فاسون اللي كانوا يمدوا بها النصائح ما انا من بعد تعلمت منهم كي نحب نكوريج باغ اكزومبل نلعب مع بنتي
ا مومون دوني رانا نريبيتي ومن بعد تطلع لو طون نقول لها نو جو ريست تا مامون ميم هنا تقلقتي بصح لا فاصون كيفاش اللي لعبت معايا بنتي حزيه نقولها هاي كيفاش تبديها لي هاي كيفاش تبديها لي خلينا نبانوا بلي انا يما كنتي بنتي الحمد لله الحمد لله انتو كان انا هذا هو يعني سر فلك نجاح بيت البلاد باسكو كنا في الكوليس ثاني لابرود وانيا اللي نحييها هي ثاني كانوا يعطيونا فرصه تاع انه ريبيتي ولا سيكونس قبل من نوقفوا قدام الكاميرا وهذوك هما اللي يكونوا اللي يخليو الحاجه لا يخليو الحاجه الصادقه صح باسكو كي تحفظي النص وتروحي ديريكت قدام الكاميرا مهما طيري ما تمديهاش جوست حنايا مازال الحوار معاكم راهو مازال يعني يتواصل نقعدوا نقارديوكم شويه شحال تقدروا تزيدوا قعدوا معنا اي ربع ساعه نص ساعه كيما حبيت حنا ماذا بينا حتى تخلص لي ميسيون انا هنا تخلي طروا فامي بلا فطور بلا كدا لا لا يفطروا عندي مرحبا بهم حساب لك طيب روحوا سخنوا برك لازم دوك حنايا نروحوا نديروا فاصل صغير ونعاودوا نوليو معكم كن زامورس لي غلطه زمان على جو راديو وي كنزا مرسلي لا ما خلطناش كنزا موسوس مع كنزا مرسلي كنا نسمع في كنزا مرسلي حتى انا حرت بك عاد واحد زيك ونغني لهم ولا كيفاش والله عاد واحد زيك دونك رانا في رمضان العشيه رانا في مع الطاقم تاع بنت البلاد دونك معنا كنزا موسوس نوره براح ونجيب بوسواليم دونك انا كاين اون كيسيون اللي نحب نسقسي عليكم بون عجنيكم شويه يعني نورمال مي سي با غاف دونك على بالنا حنايا بلي نهار الاربعاء اللي فاتت حنايا بون جودي باش نفهم لكم جودي كان هنايا عندنا سمير مستر اكس في الاستوديو تاعنا وعلى بالنا حنايا بلي لافي كان صرا ان بوتي كلاش يعني بين لا سيناريست تاع المسلسل و مستر اكس بارابور على الكونتوني تاع لا سيري تاع زوم انا كنت حايب يكون الراي تاعك تاع طاقم بنت البلاد جوستومون كيما كنت تقول لنا بلي هذا سيتي ان ايفور جماعي بلي هذه خدمه جماعيه والنتيجه كانت ثاني نتيجه عمل جماعي كيفاش خديتو ديجا الانتقاد تاع سلسله زوم صح نقول لك حاجه زعما لو سول كريتيك انه القصه مقتبسه وي ما عليناش مونديالمون سا اكزيست الاقتباس هذا كاين انك تقتبس فكره من بعد تبع الاحداث هو حكم على الدخله تاع المسلسل بالك صح تتشبه للمسلسل التركي بصح من بعد كيبداو الاحداث لا بروف هي في ان كومونتير من المسعودي اللي نحييها الله يبارك كما قال ماشي انا اللي انا بالك شهادتي فيها مجروحه بالك الناس يقول لك هاي طبل لها باسكو سي نورمال سيناريست تيتو بصح الواحد يكون حقاني شويه قال بداو يسقطوا فيها الناس قالوا لها قولي لنا فوالا امير واش راح يصرى الاخر قالت لهم روحوا للناس اللي شافت لا فيرسيون ترك يقولوا لكم واش كان كيما قال الا بيان بريسيزي واختصرت كلش الاقتباس ماهوش ممنوع وكونترير الحياه ديجا اصلا تتعاود دي فوا ندي تشوف 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 جينيراسيون عاشت حكايه ومن بعد يقول لك باغ اكزومبل تجي لك يماك تقول لك والله غير هذه صارت لي سبب بلي الدنيا تتعاود الاحداث يتعاودوا كاين احداث يتشابهوا بصح بنت البلاد سيناريو بنت البلاد 100% اسقاط على مجتمع الجزائري نجيب انا شفته بلي كي كريتيكا نورمال باسكو تصرا في العالم كامل يكريتيكي ومن نورمال بصح كي تكريتيكي كريتيكي كوم بروجي تسمى فنيا ما تكريتيكيش المهم راه نورمال ما تكريتيكيش الشخص ما تشخصنش انا نورمال كي شفت الحلقه تاع زوم تاع مستر اكس على بنت البلاد نورمال ضحكت وبيان كان حتى الباساج ولا تاع الباساج اللي الحق وين بين زعما السيناريست كيفاش تعاملت مع شركه الانتاج تاع هذا هو السيناريو كتبته في الثيام على بالي شفته هذيك اللي بالك تقدر يكون قاس فيها بالك شخص من المسعودي اللي هي رياجات نعم كي تنتقد عامل ننتقدو كيما موالف بيان هو ينتقد عامل بيان نضحكو كامل يعطيه الصحة بصح كي يدخل الشخص في العمل فما اللي تولي تقدر تقول باللي شوية ما تصلحش أنا مثلا في النقد ما نحبش حاجة أنا كي تنقدني في عملي هذه واحدة اثنين راه كاين 30 حلقه ما نحكموش ديما على البدايات
مسلسل مازال طويل. أيوة. مسلسل طويل سواء في نقدني في ادائي في تركيبه شخصيه مثلا ام الخير كيفاش ركبتها، يعني نحكي بصفه عامه درت اسقاط عليا برك. انا النقد اللي ما نحبوش هو كما قال لك نجيب نقد الشخص، ما نوصلوش نقيسوا الناس. درك مثلا انا في مستر اكس تفرجتها وضحكت كما قال لك نجيب، ضحكنا ما عجبتنيش حاجه بغض النظر على السيناريو كما قال لك طريقه كيفاش نيغوسيت مع لابرود ومن هنا، ما عجبتنيش في تاع كي نقد روزا. انا درك ما تنقدش روزا بهذيك لا فاسون تاع كي نحي لها المكياج تولي راجل هكذا. انا لفت لي تجيب لي راجل باللحيه تقول له روح روح رجع لها المكياج، معناها بلي كي نحي لها المكياج راجل هكا نفهم كاينه ولا لا. ايه هنا دخلنا في فوالا. انا هذو درك اي واحد خلقه ربي، واحد ما خلق روحه صح، واحد ما عطى له ربي الريشه وقال له ارسم روحك، ومهما ابدعنا في خلق رواحنا مش راح نبدعوا كيما خلق الرحمن. هذو هما الحوايج اللي شويه اللي ما نحبهمش في النقد. انا انقدني في عملي في طريقه طرحي لشخصيتي في لعبي في كل حاجه راني معاك، بصح تنقدني في حوايج خارجه عليا ما نبغيهمش. جوستومون احنا باش نوليو للعمل الشخصيه وللادوار، احنا المختصين ولا اهل المجال يقول لك انه الممثل الشاطر ولا الممثل اللي يقدر ينجح هو الممثل اللي ما يخليش يعني النص ترونكيل يعدل فيه ولا يروح للارتجال شويه. هل انتم الادوار تاعكم في باش نعرفوا يعني مسلسل بنت البلاد، هل كاين كيما انت نواره كنزه ونجيب كنتوا يعني تجسدوا السيناريو كيما مكتوب ولا كنتوا تميلوا شويه للارتجال؟ نجاوب انا ولا جاوب انت؟ جاوبوا جاوبوا كيما حبيتوا. معليش اتفاهم. تفضلي نواره. هيا تفضلي. هيا روح. صح انا ونجيب ما كناش نرتجلوا ياسر، كنا مقيدين بالنص، كان النص مكتوب جوست ما فيهش زعما حاجه اللي نقدر نزيد فيها ولا نقص فيها. كانوا حوايج برك صار انا ضفتهم انا ونجيب مع بعضنا، كما مثلا حكمه الشعر. هو نديكلاري لكم نجيب في الحقيقه صح صح مسيلو عينيه وما تمسيلوش. انا لعبت على هذه الحاجه يعني حرصتيه. ايه وجات صح سبونطانيه. ما كانتش ما قالتليش بلي راح نمس لك شعرك. لو في اللي مس لي شعرك قلت له اخي قلت لك بتسيلي. وفاتته قلت له ملاها وشعرك. ايه صح هذه داخله في الانتيليجنس يعني. ايه على بالك بلي هو ما يحبش على شعره. هذه داخله في الانتيليجنس وفهم الشخصيه. كوميديا باسكو ثاني السيناريو يتمد لك بصح الجو يبقى الكوميديا، هو يبدع في اللعب فهمتي. هذه كانت بيني وبين سلام نجيب. وكانت حاجه واحده اخرى كنعود نحكي له على مرته، كاينه حاجه واحده اخرى هي عروستي عائشه، هي احلام نموت عليها عروستي عائشه. هي صح في شخصيتها العاديه احلام ماشي عائشه جايه مدبدبه، هاي وقفت هاي قعدت هاي راحت هاي جيت، وكي تعود التورني معنا تحس بي غير هي التورني هكا من خلعه ترعد وحدها. دخلتها له في الجو كي كنا نهضروا قلت له واش خاصها عايشه الزين الطول والعين والقد، شات وليدي مدبدبه هذاك رد عليا هو قال لي هاكي قلتي هاي مدبدبه هذه تسمى جات سبونتاني. ايه جات سبونتاني. كاين شوفي كاين وين كاين وين دفوا انا تالمون فهمت ثاني لويزا باغ اكزومبل الماكياج تاع لويزا، كي قريت على لويزا عرفت لويزا عندها كوتي كبير اوتوماتيكمون تجي الفرقه في الوسط يجي لك حول يجي فهمتيني. كاين حوايج ما كانش اللي قال لي فوالا لويزا هاي كيفاش تلبس ولا لويزا كيفاش لويزا براتيكمون كنت انا الماكيي لها ماشي الماكيوز، وهاي نوار على بالها كانت تدير لي الماكيوز لو تان صح. اسمحي لي كنزا اللباس والالوان واختيار الالوان كانت ديجا سيناريست. لا 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 معليش مانيش نحكي على نو مانيش نحكي على الماكياج الاكسسوار الهيئه تاع الهيئه اللي تخرج بها لويزا للبوبليك الامبروفيزاسيون كنا من داك باغ اكزومبل كيما الحلقه اللي فاتت تاعها كيما قلت لها انت طوال وجنحيك قالها الشاب خالد سيتلم وانا عجبني جوستومون مسؤول على الموسيقى التصويريه
حمزة. 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 بو نجيب. 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 فوالا. نجيب. نجيب قعمورة. فوالا. سي لان سي ان باسيست و سي لان دو نو ميور ميوزيسيان يعني هنايا في الجزائر سي نو ميور زارونجور تاني كيخدم سوفون مع ستوديو امينوس ايتترا سي ان اكسيلون ميوزيسيان فهمت باللي عملاق سي تان كراك على بالك باللي من الجمله الاخيره اللي قلتها لها سيتي دو لامبروفيزاسيون قلت لها حتى انت قالها الشاب خالد حتى انت طوال وجه محيك بصح غير انا نقصهم لك تجي جوست ابخي الموسيقى دار واحد التوزيع رائع الاغنيه الشاب خالد حتى انت طوال وجه محيك ودخلها في المشهد اللي جا جوست ابخي وي بس انا نجيم قبورا هو صح من العباقره تاع الموسيقى الجزائريه ان توكا لا جون سين اللي دارت لي زور دو غلوار كيما هو كيما نازيم كري كيما ريدو سلو هاند ايتترا عندنا كمام ان بيل جينيراسيون نجيب 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 مثلا نجيب كيفاش كان يبروفيزي كيما قالت لك نوارا قالت هضرت ما اختصرت كيما كنا نخدموا ياك ما راكش خايفها معايا اي نوارا هنايا لا في المسلسل ما يخافنيش او خارج فيها في المسلسل ما قالوا لي في المشاكل اللي مصنطح لهم في المسلسل سيمو نجيب حنا تعرفنا على نوارا على شنزا موسوس حنا باش نقربوك اكثر للمستمعين تاعنا حبينا نعرفوا يعني الباركور تاع نجيب قبل ما يجي لبنت البلاد الباركور بدا في المسرح بدا في المسرح مع الجينيراسيون تاعي كنا صغار نشفالها كنشفالها نحكي لك كيفاش دخلت المسرح ماشي تحكي لي كيفاش دخلت اذا فيها حكايه شابه احكي لنا بيان سور تحكي لنا هي شابه يعني نشفالها كنت صغير في عمري وقيله 5 سنين ولا 6 سنين وكان يخدم واحد اللي نحييه بالمناسبه رياض اوارس انا كان يخدم مع الشيخ بابا في 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 الخدمه وقال له الى عندك ابنك قول له العشيه يجي لدار الثقافه رانا مدايرين في المسرحيات هذاك يجي مع الاولاد ونشفى لها جاليه بالخميس نشفى لها كي اليوم الخميس في 2000 هكذاك سنه 2000 وقال لي روح رحت داني نشفى لها رحت ودخلت وفهم بدات القصه مع المسرح يعني. كان مع المسرح الهاوي والهاوي الهاوي ومن بعد مع القرايه تلقى روحك تحبس ومنه حتى من بعدها دخلنا المسرح المحترف و ثم تعمقنا شويه في التياتر اول عمل محترف تاعك وقتاش كان 2014 نعم مع المسرح الجهوي لعلمه جوستومون كاين بزاف ناس كاين ان ديبا كبير اللي ناض هذا العام بين اسكو الممثل لازم يدير مسرح من قبل ما يلحق للتلفزيون ولا لا لا كاين بزاف لي كوميديان تاع لونسيان جينيراسيون اللي قاعدوا على المسرح ويقول لك حنايا المسرح هو يعني حاجه اللي ما تقدرش تخطى عليها من قبل ما تدخل يعني تمثل اون فاس كاميرا وكاين ناس اللي يقولوا لك وعلاش كاين ناس في لاجون جينيراسيون اللي مام اذا ما جازوش على المسرح يعني قدروا يتعلموا لو مينيموم دو سافوار يعني يقدروا يطوروا باش دخلوا اي بيان سور بعدا كاين دي فورماسيون اللي واحد يقدر يديرهم اكوتي يعني يقدر يتفورما بارابور جوستمون لو جون فاس كاميرا اي جوستمون كنزا موسوس اللي بارفيتمون كونسيرني دونك نخليك تجاوب نجيب انا نشوف فيها باللي المسرح لابو هو مليح الانسان يدير المسرح صح الا حب يكون ممثل اونجاجي وتكون عنده خبره مليحه وكافيه وثقافه مليحه اللي يقدر يوتيليزيها في لاكتورا تاعو ماذا بيا يدير المسرح باسكو المسرح راهو للجميع ماهوش غير احنا المشكل اللي رانا مش محصور المشكل احنا بالك المفاهيم راهم غالطين برك تاع لي ريزو سوسيو والله اي واحد يحب يدخل التمثيل يقولوا له بلي لازم المسرح وهذاك يقول لك علاه ندخل المسرح انا نو يقدر يدخل المسرح والمسرح للجميع ماهوش بار كونتر تلقى جماعه من لي ريزو سوسيو اللي يقدروا يبرزوا مواهبهم خير من الانسان اللي دار المسرح ماهوش متعلق الامر بالمسرح والله باللي دار المسرح ولا اللي ما دارش المسرح كاين اللي جامي دار المسرح وجامي قابل الكاميرا وجامي دار اي حاجه تجيبو يلعب خير من واحد دار 20 سنه مسرح والله واحد من الانستغرام تجيبو يخدم مسرح العيب ماهوش كي نجيبوه العيب لو كان ما يتطورش العيب ماشي عنده 3 مليون ابوني والله لو كان يذكر برك على الكوميونيتي تاعو باسكو عنده لي زابوني معليش نعيطوا له مليح بصح العيب من بعد يولي لو كان هو ما يطورش روحه يولي ليه يعني اكزاكتومون لازم يولي ليه هو لو كان ما يطورش روحه اما الساحه مفتوحه للجميع وكيما يقول لك
يا تقدر يا ما تقدرش، ماشي احسن ممثل ولا ما جوستومون. حنايا بالك بزاف ممثلين كنا نشوفوهم العام اللي فات اللي ينتقدوهم بزاف، بصح هذا العام زدنا شفناهم، وين الناس قالت لك بلي ميم ما كانوش دايرين مسرح قالت لك بلي نجحوا في الادوار تاعهم. يعني هذا هو الاستثمار الناجح، لازم الواحد ما يكونش داير مسرح، كاين دي فورماسيون، كاين اهل المجال يقدر يحتك بهم يدوموندي منهم يعاونوه. سمحي لي، كيما في المشروع تاع بنت البلاد كاين جماعه جامي داروا جامي مثلوا في حياته. نعم سي بور سا لي قلت لك ما كانش تاع واحد حاط روحه ولا واحد والله تكون مشكل انت وزهرك شكون اللي يحتويك. صح كنتي تلقى لونتوراج تاعك مليح اللي يحتويك، ناس اللي ما تقدرك وما تحقركش وما تقولكش تنقص لك من قيمتك واللي ما يقولكش انت ما تعرفش والله ولا تاع جامي درت والله هاك بصحتك. سمع عندك الزهر اللي تلقى ناس يحتويك، بصح كي تلقى ناس اللي هذاك ما دارش مسرح خليني منه انا خطر بالك. هو الديفو ثاني تاع بعض المنتجين اللي يعني من ذاك حتى هذاك الشاب اللي راهو في لي ريزو سوسيو اللي عنده بالك كوميونيتي موراه وكل شيء، بالك حتى هو راهي تتلعب له اون فيريتي، باسكو ولا حتى هو اللي داوه في الغلط وتكلو غير على لا كوميونيتي تاعو وما تكلوش عليه ولا ما استثمروش فيه كفنان مستقبلي. والله لازم يستثمروا فيه ثاني كيما قلت لك. سمحي لي كنزه، معليش ما تكلمنيش معاك كنزه، راهي غير تسنى وقتاش تعطينا رايها فيها. كمل لك الفكره هذه برك. قلت لك كيما اللي كانوا معنا في بنت البلاد معظمهم جامي مثلوا وكانوا هايلين، عندهم طاقه شبابيه هايله في التمثيل، ماشي هايلين انا بور موا بزاف هايلين يعني. والنتيجه شفناها في الشاشه هايلين بزاف هايلين، حنا تعلمنا منهم هما تعلموا منا، تعلمنا من بعضنا بزاف حوايج. المشكل ماهوش في الـ في الـ في الـ في الـ في لي ريزو سوسيو والله، في فلان دار المسرح والله ما دار، المشكل في المجهود والمشكل ثاني في احترام المشاهد. على بالك بلي كاين ناس ولا ما تحبوش اسكو تقدر تبيرسي وتخدم وتطور روحك ولا ما تطوروش. خلوني نهضر انا نقول نزموسوش تفضلي. بون كيما نقول انا ما خرجتش المسرح، انا خرجت اعلام الاتصال. كنت نشوف روحي توجور في الدومين تاع الصحافه، بصح جاب لي ربي شت كيما المصريين يامنوا يقول لك حنا شعب افيه مصريين، ما كاش اللي ما كاش اللي ما يضحكش، ما كاش اللي انا جاب لي ربي ثاني. حتى الجزائريين حنا عندنا واحد خفه الدم، واحد حلاوه الروح او بوا وين بالك الجزائريين وين تحطوا تلقاه سي فريمون غا وين تلقى ان الجزائريين ما يقدرش يجسد لك زعما غول ولا ما يقدر تحطوش سيتياسيون يضحكك. لا صح والله، حنا ديجا في عائله وحده تلقانا هانا بكينا ها صرا دواس هاد الدنيا هانا جوست ابخي نولو نضحكوا على بعضنا ضربت زنزله حبطنا كاع عند الشارع وجوست ابخي نولو صح. جاب لي ربي شفت كيما تشوف دوك باغ اكزومبل الفوت راه دراسه مدرسه راهو كيما قال ايكول ايوا يتحسب بالشعره بصح صغيرت كلو كان ما تكونش الموهبه ما الوغ انا جيب لي ربي اول شيء تكون الموهبه ومن بعد عندك نسبه الظهور اسكو الناس تعطيلك اون شانس باش تبان ومن بعد تولي ليك انت صح. يا كيما قلت فيرسي في هاد الدومات وتثبت روحك يا سي بون تو فوتو. دونك انت يا نوره كانت عندك تحب تقول كانت انا المجهود كبير العمل كبير الموهبه كبيره ونسبه الظهور قليله، هذا هو يعني المعادله تاعك انت. معليش انا كنت نستنى في فرصتي حتى في الخمسين سنه وي صح هذه كنت نامن بها باللي انك تحبي المجال ما قطعتش الياس وديما كيقولوا لي كيفاش انت يا نوره وما كيش تخدمي كيفاش انت وما كيش تخدمي كيفاش انت ما كيش تباني بلاصتك ماهيش هنا منا نقول لهم انا نستنى فرصتي حتى في الخمسين سنه كي تجي. وكيما قلت لك كنزه على ذكر مسرح ولازم تفوت على المسرح برك نرجع للموضوع هذا بين قوسين. تقريبا عمالقه الفن المصري كيما قلت لك كنزه ما داروش مسرح لا فاتوا على المسرح ربما تفوت على المسرح لانه المسرح ابو الفنون فيه موسيقى فيه نص فيه اداء فيه فيه كل شيء القاء فيه كل شيء راح تكون شغل الخبره زايده هذا هو بالك من هذا الباب برك. نروحوا للجماعه اللي قال لك نجيب تاع لي ريزو ايه معليش كاين موهبه بصح الموهبه هذيك ما تتكلش عليها
لكن ما تزيدش تقراش فوالا ما تقلهاش وما تقراش وما تعلمش وما تديش التقنيات ماكش راح توصل راح تبقى تتعلم يعني كنزه لا, لا انا كنزه ونجحت فيه انا كنزه نحييها كنزه خلعتني انا انا النهار الاول شدها النهار الثاني نهار الثالث حكيت انا والسيناريست بنان المسعودي حكينا قلت لي كيفاش تورناج ومنا ومنا قلت لها لا بيا قلت لها قلت لي يا درا كنزه قلت لها كنزه مش نورمال والله ركبت بالخف ومام البنات ليكيب كما قال لك نجيب ركبوا ثاني معانا ركبوا معانا بالخف ما طولوش زعما فهمتي هذا هو قلت لك بالك الفرق بين الاخر وتبان لي باللي كل انسان هذا وجهه نظري انا الخاصه كل انسان عنده ممثل صغير داخله وانت تحب تكبره ولا تخليه صغير صح برافو شوف عجبتني لا ريبونس تاعك هذه نحييك عليها الله يبارك عليك يعني الاداء تاعك هدرتك وشخصيتك ربما هذا الشيء اللي اثر فينا احنا انا قلت لها ديجا غير دخلت مقبل قلت لها انا فان تاعك باش يخليك بصح كاين حاجه عند نوران اللي خلعتني اللي راهي معنا اليوم في الاستوديو سي كوجينا انا ما كنت تلاقي مع لي كوميديان تياتر عندهم تجور صوت عالي وشخصيه وشخصية اللي تدي كاع القاع نوارا كي تهضر معاك تهضر معاك بالعقل انت ما شفتهاش نقول لك هنا نقول لك هنا هذه من بين الاشياء اللي حكينا عليها الخبره في المسرح ديما كاين التلفزيون حاجه المسرح حاجه انا صوتي في المسرح لا لا انا صوتي في المسرح لا لا بصح لكل مقام مقال انا في قدام الكاميرا ما نقدرش نلعب بلا فاصون تاع التيار ما تقدريش تاخذي نفس المساحه ما تقدريش هادو هما لي تكنيك اللي راني نحكي لك عليهم صح هادو وهادو يعني سينو لو كان نبدا نلعب لك هادو كان عندك يعني خبره عليهم ولا يعني في التورناج اكيد في الخبره لا 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 هادو اكتسبتهم في المسرح في المسرح كانوا ديجا المخرجين يوجهوك يقول لك فوالا هكا هكا وكاين عفايس انا عندي في التلفزيون ونقولهم ونقرب ليهم كاين عفايس نورمالمون نقص منهم شويه بصح الله غالب ديفوا تعودي تلعبي تنساي روحك تنساي روحك صح قالك الطبع يغلب الطبع باسكو حنا في المسرح مثلا الكريماس تاع الوجه لازم يبان الاخر واحد في الصاله انا كي نلعب لازم نكبر الكريماس تاع وجهي باش اخر واحد في الصاله يشوفني في التلفزيون لا ارتم ديفوا ننسى على روحي نندمج في اللعب ننسى روحي هاك نحل عيني جستمو احنا والله العظيم غير حلات القعده معكم الوقت راهو يدهمنا شرفتوني بحضوركم واول باساج يعني شرف كبير لينا اني هبلتها كنزه مسكينه في التليفون كنزه اليوم كنزه كنزه يعني نحييك على الكوراج تاعك لانه من الاعلام رحتي للتمثيل ماشي سهله ونجحتي فيه وكما قلنا انه كما قالت نوارا نحيوك انكور اون فوا يعطيها الصحه ونشوفوك ان شاء الله في اعمال اخرى بابا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هو جو غيست اعلاميه ما قادرين تشوفوني هنا وقادرين تشوفوني لهيها يعني ما سمحتيش في الاعلام لا نقعد بنت الاعلام نوارا شكرا لك اللي كنتي حاضره ولبيتي دعوتنا اليوم العفو ومرحبا بكم في كل وقت نقول غير كلمه بركه نوارا ماهيش غير ممثله مسرحيه دراما انا نخدم الكوميك هي كوميك جست نضحك هي كوميك ماشي غير دراما الكوميدي ثاني خلاص يا المنتجين اكو تسمعوا مش شكرا لك نوارا ان شاء الله تدي فرصتك ان شاء الله ماشي هذه المره الاخرانيه لانه شفناك وحبيناك حتى الجمهور الجزائري يحبك ان شاء الله نشوفك في اعمال اخرى وتعودي تجي لينا ونحتفيو بالاعمال تاعك وبالنجاحات تاعك ان شاء الله يا ربي والحمد لله كانت عندي ثاني مسلسل ليا ما هدرت بزاف المهم نوجه تحيه خاصه لابرود ويلكم على راسهم امينه حناشي سيناريست ماني المسعودي يوسف محساس المخرج ليكيب كامل ولي كوميديان ولي كوميديان اللي كانوا معانا ويعطيهم الصحه وما ننساش فطوم عاوي لازم دز الدوم فطوم راهي في سوق هراس راهي في سوق هراس اللي ما حضرت حتى الحاجه ونشكركم بزاف على الاستضافه وصحه فطور الجمهور وصحه عيدكم ولا فيكم قولي هنا بهذيك اللي قلتيها هنا تاع رمضان كي عاد زيك انت عاد نقول لهم صحه العيد من توا هاي خلي الواحد حتى نهار العيد ويقول لهم صحه عيدكم نجيب كلمه الاخرى مرسي بوكو على الاستضافه
شكرا. عجبتني الحطه الان ماذا بيا زيدوا تعرفونا. احنا ثاني تعرضوا احنا مرحبا بكم في كل وقت. يحفظك. احنا ثاني صح ماذا بينا تعاودوا وتوليو لنا خاطر بو امبورت دوكا يعني لو كان نديروا نقد للمسلسل ولا كل هادشي. المهم حنا رانا اليوم جانا فريق بنت البلاد وكاين حاجه اللي نقدروا نتفكروها منهم يعني كانوا معنا بين ثلاثه هو التواضع تاعهم هذا الاولى والحاجه الثانيه هو حبهم للمشروع اللي دابا يعني على بالي بلي كاين بزاف مستمعين اليوم يعني ميم اذا سي با لو بلو غران فلويتون دو تو لي طون ولا ميم اذا كل هادشي مي المهم كانوا هنايا بين ثلاثه وجوزوا الحب وجوزوا الجهد اللي كانوا جوزوه في ثلاث شهور هذوما وجوزوا ثاني الحب اللي كاين بيناتهم ولا يعني لافيكسيون اللي كاين بين الممثلين وهذا حاجه يعني غيان كو بور سا لازم نعطيو له يعني لا شونس تاعو المسلسل هذا واللي ما شافوش يروح يشوف يولو كان حلقه ويدير رايه. دونك حنايا راهي 6:22 دقيقة هنايا في جو راديو ونقول لكم يعطيكم الصحة أونكور أون فوا نروحوا للكويز تاعنا دون با لونتون. هاي هاي أنا عيطت لي كنزة قالت لي نروحوا للجو قلت لها بنيتي ثاني نروحوا للجو ولا ما تجو؟ الجو هذه قالت لكم هي الأخرة بلا غير نديرها لكم في الأخر الإفي الأخر تاعها. دونك حنايا دوك شويه نروحوا نديروا الكويز تاعنا اللي هو بين شطارتك عيطوا لنا على 0238 98 26 30 ولا خليوا لنا النيميرو تاعكم في لي ستوري انستغرام ولا فيسبوك بينوا لنا شطارتكم.